سلام، أهلا بتونس. أسبوع جديد إن شاء الله يكون مليء بالإنجازات والإصلاحات والقفزات نحو العلو الشاهق. سمعت آخر الأخبار ما؟ وقيل حتى علاقتنا باش تدخل في مرحلة جديدة في التاريخ. والله هيا للا تفضل. في المغرب نقرأ حرية التعبير والصحافة، من المراسيم إلى السجن إلى الحجب إلى المنع. منع التداول الإعلامي في قضية التآمر، نقابة الصحفيين تطعن في القرار. فعلا كما سمعت، قاضي التحقيق أصدر قرار بمنع التداول الإعلامي في الزوز قضايا متاع التآمر على أمن الدولة اللي عنده نهار الجمعة في الليل. هكا هو، ما عاش عنا الحق نحكيو فيه الموضوع. موضوع أهم قضية وأكثر قضية عاملة جدل في البلاد حاليا. أي كيفيه تاو؟ نمتثل ونسمع الكلام ونسكر فمي ونقعد نزقزق وسط الممنوعات ونتلف على الكوارث ونعمل روحي زعمة زعمة، نمارس في الصحافة الحرة بدون قيود ونتمتع بحرية التعبير، ولا نتمرد ونشق عصا الطاعة ونكبش في حقي في التعبير وحق المواطن في المعلومة. من بعد نصبح نبحث في قطب الإرهاب أنا والزملاء ورئيس التحرير ومدير الإذاعة، وبرا عاد شوف شكون باش يضرب بطاقة إيداع ويعدي السيف في المرناقية في انتظار الحكم بالطبيعة على قضية إرهاب. هكا معناها، معناها كي يتوقف حد آخر في القضية ذيكا ولا تصير حاجة جديدة، أنا لازمني نتلف ونقعد نحكي لكم على صندوق النقد والدعم ومبادرة الاتحاد. ولا تعرفش كيفاش نعدي لكم موزيكا؟ أي إيش بيه براتيك. أما لازم اختيار أغنية مميزة معبرة ومليئة بالمعاني. سيبوم شاتا كاكا، هاي سليم أعطيهم الموزيك. شايب بطل ما صح ليش، على الأقل مشتو. أولا مش مازال فيها السيزون، هاي 10 أيام تيتون كملوهم حتى على سطل الحي يروح، وأنا مانيش مروح قبل ما نفرغ شكارتي، خطر قرار كما هذا عمره ما صار في تاريخك تونس. ماكسيموم يمنعوا بث برنامج معين، اما هذه ما عادش تحكيه في القضية الفلانية جملة عمرها ما صارت، وهي خطوة جديدة في ترسيخ مسار الديمقراطية الحقيقية. يبو قلب حتى الأحزاب اللي مساند الرئيس ولا المسار ولا اللي هو قاعدة طالب بمحاكمة علنية وشفافة، واحنا التوى ما نعرفوش الموقوفين بشنو متهمين بالضبط، خاطر القضاء ما يجاوبكش ما يحكيش معاك. البعثات الدبلوماسية اللي بحذانا يهبطلهم بيان ويطمنهم، اما احنا ما يعبرناش. من بعد يقول لنا ممنوع عليكم تحكيو، ما وخاطرهم يعتبرونا مواطنين كاملي الحقوق في بلادهم. وللأمانة ما همش غالطين في هذي، انت فعلا بلادهم وقاعدة تبرهن على هذا كل يوم. وهوني تونس أنا اللي يلزمني نعمل شوية همة ونكرم لحيتي بيدي ونبدل طبيعة علاقتي معاك.